استبقوا نحوك باسم بلادك ناديتك. عندما وصل الخبر للسلطان تاج الدين، السلطان تاج الدين أمر بضرب النحاس. السلطان تاج الدين عندما يذهب إلى الحرب كان يؤدي ركعتين ثم يكبر ويدخل الحرب. يا فارس، سرج جوادك ليس يلامس ظهر الأرض. المات في دروتي حي، سيدي محمد حي، بندقية كرمبل حي، الطيرة معمر حي. السلطان تاج الدين استطاع انه يوقف مستعمر ليس مستعمرا عسكريا وسياسيا فحسب، بل مستعمر ثقافي. انا تاج الدين سيفي طرين حساني بدين، بجاهد المشركين من المهدي يبين. يا فارس، سرج جوادك ليس يلامس ظهر الأرض، وحسامك مثل البيرق يخترق الظلمات. يا فارس، مثل الصقر إذا ما انقض، بيتك عالي الشرفات، نارك لا تخبو لا تسود، وجارك موفور العرض. يا فارس حتى مات. يتجدد فينا نداؤك الأزلي يا سيد الأحلام والآمال والأشجان، وتنداح دوائر انتماءاتنا للصباحات الدفيئة واللحظات الماجدة، وأنت تكتب بشفرة سيفك تواريخ البدايات والنهايات. المساليد عبارة عن قبيلة إثنية لها عدة أسماء، مساليد، مصلات، مصرات، ويختلف المؤرخون من عون الشريف إلى نخت القال إلى عدد من المؤرخين عن أصلهم وتاريخهم، ولكن كلهم اتفقوا أنهم شعب تواجدوا في هذه المنطقة وأسسوا مملكتهم، ووحدوا، كانت قبائل عدة، واحد من هؤلاء السلاطين هجام حسب الله وحد المساليد، وبدأ بعد سقوط مملكة الفور في العام 874 استقلت المساليد كمملكة وكيان قائم بذاته بين الوداي وبين الفور. عندما نقول دار مساليد لا نعني به دار المساليد فقط، وإنما نعني هذا الدار الذي احتوي على إثنية كبيرة جدا من القبائل، ابتداء من الشمال دار إرنغا، دار جبل، دار مساليد في النص، ثم دار سنيار في الجنوب، وفي داخل هذا الدار تجد قبائل كثيرة جدا جدا. سلطنة دار مساليد أو ما يعرف بدار مساليد هي واحدة من المناطق أو الكيانات الثقافية الاجتماعية القبلية التي ساهمت في تكوين الحدود الجغرافية للسودان في الجزء الغربي. السلطان تاج الدين ابن إسماعيل ابن عبد النبي، وما التاريخ إلا تهيؤات الخيول حينما تحجل، وصبوة السيف وصدى أغنيات القدوم إلى رحاب درجيل. درجيل هي كانت في منتصف دار مساليد وكانت العاصمة، ولكن
في الفترات الأخيرة، في الفترة ما بين 13 لغاية 15 جاء الجفاف وضرب هذه المنطقة، وبالتالي صار أمر الماء صعبا، ولهذا فكان السلطان يأتي إلى رهد يسمى رهد كلنجة في هذه المنطقة وأسس له الجنينة. وعندما يأتي الناس يقول السلطان مشى الجنينة، فكان السلطان تاج الدين يعني قالوا إنه هو في حياته يعني بيحب المشي الكثير، دائما بدي يعني بمشي من مكان لمكان، ودائما يعني راكب جواده ومشي سيفه وماسك سبحته ودائما بيستاك كثير يعني. فخلال مشيه يعني في أو تجواله جا وصل الجنينة الحالية الآن موجودين فيه، واتجه قال جنوب، مشى مكان اسمه كلنجي. كلنجي الآن يمكن أنا شايفه على امتداد يمكن كيلو أو أقل. فمشى في كلنجي ونظف له مكان كده، لقى مكان عجبه ونظفه كده وزي عمل له شوك. بعد ذلك رجع الرجال، جاء اليوم الثاني برضو نظف الجناين كويس كده، وخلاص بدأ إنه يعني يأسس لي جناين مكان ياخد فيه راحته وكده. ففي أوقات كده بكون في الرجال ما في، والأهل بسألوا بيقولوا يا أخي سلطان صار لوين، سلطان ده لهم صار وين يعني جماعة، ويقولوا سلطان صار لجنينته، صار لجنينته، جنينة معناه الجناين يعني، فيقولوا السلطان صار لجنينته، فمن ذاك سموا جنينة يعني على اسم جنينة السلطان تاج الدين. المساليط خادوا حروبات ومعارك ضارية جدا جدا ضد الغزو الفرنسي من تلقاء الغرب، اللي هو الوقت داك هم كانوا بيستعمروا منطقة وداي اللي هو المنطقة بتاع التشات هسه المعروفة دي، كانت عندهم أطماع للتوقل إلى السودان، خاصة منطقة إقليم دارفور كله، وكانوا في تنافس مع الإنجليز للسيطرة على هذه المنطقة. بعض السلطنات القائمة خضعت للفرنسيين زي القمر والتامة والداجو، لم يستطيعوا. طبعا علي دينار هنا في الجانب الشرقي مهدد برضو بالإنجليز، فالمساليط قرروا، وفي زمن ده بالذات زمن السلطان تاج الدين، أنهم لن يستسلموا للاستعمار الفرنسي، وقرروا أن يتصدوا ويحاربوا. كان بواجه أعداء كثيرين السلطان تاج الدين، وبالذات من وداي، وتحديدا لما القوات الفرنسية جاءت غازية بالنسبة لمنطقة وداي، وكان نظرتها لدار مساليط. السلطان دودمرة كان صديق السلطان تاج الدين، ودائما الملوك والزعماء والأمراء لما يتبادلوا الهدايا يتبادلوا زي الجيادة الأصيلة أو الخيول الأصيلة زي السيوف. فالسلطان تاج الدين بعث بجواد هدية لسلطان دار وداي، ووصل الخبر مع تزامن وصول رسول السلطان تاج الدين لسلطنة دار وداي، وصل الخبر للسلطان دودمرة إنه الجيش الفرنسي قادم عشان يغزو سلطنة دار وداي. فوصل الخبر أيضا للسلطان تاج الدين بعد ما سلم السلطان تاج الدين رسل الهدية، وصل الهدية للسلطان دار وداي، إنه في واحد تابع لسلطان دودمرة قال له يا أخي إذا مشيت قول للسلطان تاج الدين إنه الفرنسيين دين ناوين يدخلوا سلطنة دار مساليط، فرأي شنو؟ إنه يعمل شنو؟ فوصل خبر للسلطان تاج الدين. السلطان تاج الدين كانوا كده في الدرجيل، وعندما وصل الخبر للسلطان تاج الدين، السلطان تاج الدين أمر بضرب النحاس.
والنحاس يعني ما 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 بيدقوا إلا في وقت يعني حرب في 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 خطر قادم. فتجمع في الوقت ده كل المجلس بتاعه من الوزراء والأجاويد، وأذكر يعني الأمين داود وأمين أحمد بشلوخ وداود بوبلي والقاضي إبراهيم السنوسي، وشاورهم في الأمر. فقال لهم ودائما برمز الفرنسيين أو بعض العفنين ودي الكفار ونصارى وكده. فسألهم شاورهم قال لهم يا أخواننا أنا جاني خبر الآن والسلمين قالوا أفنين دي الجايين، فأنتوا رأيكم شنو؟ نهربهم ولا ما نهربهم؟ فقال لي الله ينصرك والله يا أخي، كان قلت نهربهم نهربهم، وكان قلت ما نهربهم ما نهربهم، يعني الرأي رأيك في النهاية. فخلاص قاضي إبراهيم سلطان تاج الدين قال يا قاضي إبراهيم السنوسي اكتب اكتب ورقه وانا اخطاب للنصارى دي. فالقاضي ابراهيم السنوسي قال له الحرب خدعه والمكر راسها، ان احنا نكتب لهم خطاب انه احنا ما يقدر نهادي امبراطوريه كبيره في الوقت ده، وامبراطوريه مدججه يعني بالسلاح، واحنا بالسفاريق والحرب وكرمبل ما نقدر نقتل الامبراطوريه في الوقت ده. ده نكتب لهم خطاب مضمون انه احنا يعني البلد جاهز لكم تدخلوا في اي وقت، ولكن لم يكن يعني واقع الامر كذلك. وتدفقت الرايات وغطى الافق صهيل الخيل، ودروت العطش ما زالت تحلم بمجيء السيل، وتحدر من خلف الوديان المحجوبة علم قان ومدافع سبع منصوبة وحرائق وضجيج شياطين، ها هم قدموا يا تاج الدين. 7 أيام ده في دروتي الناس أعدوا العدة بصورة متكاملة جدا. فانتقل من دروتي جاء عسكر في كريندينغ، والآن كريندينغ مسافة زي ما قلت لك قبل مسافة يمكن 3-4 كيلو. ففي كريندينغ قام وزع الجيش، خدت 1000 جندي في بييرا فوق كريندينغ، خدت 1000 جندي في تباريك، خدت 1000 جندي في إيتا، خدت 1000 جندي في عشرة، خدت 1000 جندي في أمو آمنة برضو حلة، خدت 1000 جندي في 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 في, في كريندينغ نفسه. كانت أشجار وغابات وكده. فقال لهم إذا كان إنه ما سمعت إنه أنا ضربت طلقة ما في زول إيجابي. ولكل ناس عقد لهم لواء. وهو وسلطان بحر الدين وأبونا بدوي وبعض القادة أصبحوا بسيطين جدا في موقع الحدث اللي هو كريندينغ الآن. ووزع بقية الجيش على جنبات الوادي. الوادي كان زمان محصور ما 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 واسع زي ده، وكان أشجار وغابات كثيفة جدا، وبعدين في بوز حاجة اسمه البوز ده كان قايم طويل جدا. فوزع الجيش ده كله على امتداد الوادي، وخدت يعني ناس بسيطين جدا في مكان موقع الحدث. دروتي وكريندينغ، أول حاجة دروتي اسم لشجرة، شجرة دروت عندها رمزية، شجرة ذات عطر النساء يعني بخرن بها، والشجرة دي عطرة ولها رمزيتها. شجرة كريندينغ شجرة جميزة كريندينغ كذلك شجرة عريقة يستظل به الناس، وبالتالي عندها رمزية. انظر إلى هذه شجرة كريندينغ، جميزة كبيرة جدا، دروت شجرة، المعركتين بأسماء أشجار. وهذا يقود إلى أن الإنسان مثل هذه الشجرة التي يستظل بها ويموت عليها. دروتي أرض طاهرة لمعركة فاصلة بين الحق والباطل. الفرنسيين بعد ما احتلوا تشات
زحفوا لشرقا إلى المساليد وحاولوا يحتلوها. المساليد حاربوهم في أول معركة في 4 يناير 1910، معركة كريندي. انتصروا على الفرنسيين وقتل الكابتن فيغنشو، وقامت قيامة فرنسا أنه قبيلة أو دار بسيط تهزم الأمبراطورية الفرنسية بكل اعتادها. البرلمان الفرنسي صوت بميزانية إضافية للقوات الفرنسية في إفريقيا، وكلفوا الكورنيل مول أنه قتل فيغنشو وهزمت فرنسا في معركة كينيندي. استأذن الكورنيل مول كورنيل لارجو قائد القوات الفرنسية في إفريقيا الغربية، وبدعم من البرلمان الفرنسي وزيادة عدد الجنود وعدد العتاد والمدافع كلهم، أنه يزحفوا يؤدبوا المساليد ويحتلوا دار مساليد. كما قلنا، معركة داروتي ومعركة كيرندن هي معارك يمكن أن تقول عنها أنها معارك العز ومعارك الشرف ومعارك الكرامة، ولم تكن مجرد معارك، مجرد مواجهة، لأن يعني سلطنة دار مساليد لم تخف من الاستعمار الزحف الفرنسي، ولم يعني تتردد في مقاتل الفرنسيين الذين جاءوا بأحدث الأسلحة، ولأول مرة في هذه المنطقة يستعملوا فيها المدافع. الفرنسيين ما كانوا يستعملون المدافع لأول مرة في تاريخ هذه المنطقة في زحفهم في منطقة في معركة داروتي، استعملوا فيها المدافع حتى أنهم كتبوا في مذكراتهم أن لا يستعمل. داروتي، كريندين، وشهقات السيوف الراعشة، وزهاء الثلاثين معركة ومعركة ما بين سلاطين دار مساليت وجيوش الفرنسيين. معروف أنه في وقت ذاك المساليت وقبائل دار مساليت جميعا التي كانت تخوض هذه الحرب تحت لواء السلطان تاج الدين، كان قدرات المادية العسكرية كانت ضعيفة مقابل القدرات العسكرية الفرنسية بشكل يعني معروف إنها كانت كبيرة جدا، إلا أنه استطاع أن ينتصر وسبب خسائر فاتحة في الفرنسيين. بعد ما هزم الفرنسيين في المعركة الأولى جاءت إمدادات فرنسية، والقائد القوات الفرنسية في تشات كلها اللي هو الكورنيل مول تولى بنفسه أن يقود القوات وقادوا، ووقعت معركة في صبيحة 9 نوفمبر عام 1910 في داروتي. من كسر الفرسان وما تثلمت السيوف، وإن أخذوا يصعدون إلى الأعالي واحدا إثر آخر وجماعة تلو جماعة بهدوء بصمت. وجهوا جيشهم، جيش عرمرم بكل عتاده، وزحفوا لداروتي. تاج الدين لم ينتظرهم في داروتي، تحرك وكان بتابعه، وبعد ما احتلوا تشات الفرنسيين في عقيد من أصدقاء سلطان بدمرة، من عقيدة معناها رتبة عند الوداي، كتب لتاج الدين قال له: يا تاج الدين، خذ حذرك، الفرنسيين احتلوا تشات واحتلوا دار وداي، لكنهم ينووا أنه يصلوك أنت. أداه الجواب، تاج الدين جهز نفسه، وفي صبيحة اليوم الثاني توجه صوب يمشي عشان يقاتل الجيش الفرنسي في داروتي. أثناء مشيه توقف بالجيش، ترجل من حصان نزل وعم الجيش ركعتين وقام خطف في الناس، قال لهم عبارات بسيطة جدا، قال لهم: يا أيها الناس، الجنة جانا في البيت. الزول بيجاهد في سبيل الله يمشي معنا،
وزول ما عايز يجاهد قال لي ما ارجع طوالي. ما في زول ثاني بريا. ناس متشوقين انه يقاتلوا الكفار واي زول ده يدخل الجنه. فمشوا. صلى ركعتين في دروتي وقال لهم يا اخواننا علينا ان نستشهد او ننتصر على العدو دفاعا عن الوطن وعن الدين. وواصل زحفه. واصل زحفه الى ان وصل دروتي والتقى الجيش الفرنسي والسلطان تاج الدين وجها لوجه طوالي بعد الهجوم. بدت المعركة. أشرس معركة دارت في 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 إفريقيا كلها معركة دروتي. ففي المعركة ده قتل يعني أبادوا جيش السلطان تاج الدين بصورة كبيرة جدا. وبنفس لأنهم جو في المعركة الثانية إنه هيقتلوا السلطان تاج الدين وهيبيدوا جيش السلطان تاج الدين وهيستولوا على لأنه كان مقبولين من الهزيمة في المعركة الأولى. لما بدأت المعركة وخلاص سلطان تاج الدين برضه في المعركة يصول ويجول ويتفقد القادة زي داود بوبلي كان صايد أيمن لسلطان تاج الدين زي سلطان بحر الدين زي القاضي عبد الملك زي الأمين أمين أحمد بشلوخ زي أمين داود وكثير من القادة. استشهد عدد كبير جدا من قادة المساليت ومن المساليت وهلك الكولونيل مول وقال الذي حضر هذه المعركة في دروتي مات مننا الكثيرين وقتلنا من الفرنسيين الكثير. الفرنسيين خافوا مننا واحنا خفنا منهم. وفي هناك في ملحمه ومرثيه انه اولاد جرنيان صرتم يتامى وكذا. انما النتيجه شنو؟ النتيجه هو هزيمه اعتى الامبراطوريه الفرنسيه في افريقيا. وشعارهم كان الدفاع عن الوطن وعن الدين. كان السلطان يقود طلائعنا الأولى. كان السلطان يروي تفاصيل المستقبل. وكنا حضورا قسيما على أسنة الرماح حينا وجذوة متوقدة على صدور وجباه الرجال أحيانا. سلطان تاج الدين شخصية دينية، شخصية بطولية، شخصية فذة، شخصية مسلاتية حقيقية. لأنه عندما يخرج ويلاقي أي من الناس كان يجلس كعادة المساليت ويسلم عليه. شخصية السلطان تاج الدين ليس شخصية أسطورية بهذا المعنى، هو شخصية حقيقية. لكن مآثر يعني من عظمة تلك المآثر يعني الناس وصلوها الذروة بتاعت الأسطورة. الأسطورة فيها كثير من الخيال، لكن سيرة السلطان تاج الدين هو الواقع حقيقة العاشة ووصلت إلينا. السلطان تاج الدين استطاع أنه يوقف مستعمر ليس مستعمرا عسكريا وسياسيا فحسب، بل مستعمر ثقافي. أنا عشان كده بأكد دائما بقول إنه دار مساليت هي ساهمت بقدر كبير جدا جدا في تشكيل الهوية الثقافية السودانية. وتجهم وجه دروتي بالسحب وأظلم وأتت بضع رصاصات خجلات مضطربات أقبلن من الظلمات فرأينا تاج الدين يبدو وكأن قد مات. يا تاج الدين سلمت، مزق أسطار الصمت، عد من وديان الموت أو تسهب حتى أنت. بعد ما توفي السلطان تاج الدين وبرضه المعركة كانت شغالة في آلة اسمها الكيتة، يمكن يعني معروف للجميع بتاع الكيتة في الوقت ده شغال داخل المعركة عشان إنه يبس الحمية في 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 نفوس الناس. فقام بتاع الكيتة ضرب الكيتة. العبارات اللي قالوا في الكيتة يعني المات في دروتي حي، سيدي محمد حي، بندقية كرنبل حي، أبطيرة معمر حي. ف
فبعد ما قتل سلطان تاج الدين تولى توالي زمام القيادة سلطان بحر الدين، فقاد المعركة وقاد الجيش إلى أن حقق الانتصار العظيم. استشهد نفر كريم وعدد كبير من رجال السلطان تاج الدين. هذا السلطان الذي نحسب أنه أيضا يعني قام بتنظيم هذه السلطنة، لأنه قبله والده السلطان عبد بكر أيضا كان مشغولا بالحروبات مع الفور ومع الداجو، وكان أيضا السيد الفرنسيين. لكن هزموا فرنسا وتقهقر الجيش الفرنسي هاربا إلى تشاد من جهتين، والقائد الفرنسي لارجون تلقى تعليمات، لو قائد القوات الفرنسية في إفريقيا الاستوائية تلقى تعليمات وأصدر أوامره أنه إحنا هزيم المساليد هزمونا مرتين، فأنه إياكم أن تذهبوا وتوقفوا عن الهجوم مرة أخرى لدار المساليد. في المرة الأولى البرلمان الفرنسي عندما قتل في غانشو في غريندينغ مد الجيش الفرنسي بميزانية إضافية وقوات إضافية، قائد القوات الفرنسية كولونيل مول قام بنفسه قاد القوات وهزم فودوروتي. الكولونيل لارجو قال المساليد دول بعدما نقدر نهزمهم، ووقفوا في آخر حدود اللي هو أدري، هم زحفوا طبعا واحتلوا غرب وادي أسونا اللي هو أدري. وسقط السلطان سريعا ليتسلم الراية من بعده السلطان محمد بحر الدين أندوكا، وقد كانت بلاده محط أطماع الفرنسيين الذين بسطوا سيطرتهم على معظم بلاد غربي إفريقيا. السلطان تاج الدين كان شخصية حربية ودينية، والسلطان بحر الدين كان شخصية حربية وسياسية، وأفصل في إيجاز بسيط في ذلك. السلطان تاج الدين وبحر الدين قاتلا في معركة دروتي، قاتلا الأعداء الفرنسيين، والسلطان بحر الدين هو الذي صارع الكابتن في الجيش ووقع في البئر، ضربه الكابتن في الجيش بالمسدس وكسرت قوته، ولهذا كان دائما يضع الملفحة، وهو استل سكينه ونحر الخواية في الجيش في البئر. وكذلك كان في معركة دروتي وهو خليفة السلطان تاج الدين. إذن الاثنين كانا يقاتلان من أجل الوطن ومن أجل العقيدة، ولكن سلطان تاج الدين كان أنصاريا قحا، أما سلطان بحر الدين فإنه عندما رأى هذه المعارك، عندما رأى الزحف الفرنسي استعمل السياسة بعد تلك الهزائم والمعارك التي دارت بينه وبين الفرنسيين، وعندما رأى موت عمه السلطان تاج الدين مال إلى جانب السلم وحاول أن يصل في مهادنة مع الفرنسيين ويجنب أهله المعارك والحروبات الحادة. بعد استشهاد السلطان تاج الدين يعني خلاص أصبح السلطان بحر الدين هو سلطان بعد تاج الدين، تسلم زمام القيادة فعليا في 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 يوم معركة دروتي، لكن كان ولي عهد 200 في معركة كريندينغ. لما بدا الجيش الفرنسي جاي قال انا اليوم البلد ده نسلمه سيده، قال البلد ده نسلمه سيده. في الوقت ده السلطان بحر الدين كان ما موجود، لكن لما جاء قال لهم من اليوم انت سلطان على البلد، من اليوم انت سلطان على البلد. في الوقت ده كان في سن 20 يعني ما تجاوز 22 سنة، لكن كان تكامل فيه كل صفات القيادة. واستشهد تاج الدين، تولى بحر الدين اللي هو أندوكا. الأصل في الاسم هو أندوكا، وأندوكا اسم للسلطان بحر الدين، وكانوا يزيدون اسم محمد تيمم بالرسول عليه الصلاة والسلام، كلهم يقول محمد تاج الدين، محمد بحر الدين، محمد
كذا، ولهذا تجد محمد محمد بحر الدين. فمحمد الأول يمكن يكون اسم الولد، ولكن الاسم الآخر مرتبط ببحر الدين. وندوكا اسم دلع من الأمهات يدلعن أبنائهن والشخص المستملح. ورؤياك تسرج خيول الزمان، فينفك حبيس التاريخ والمستقبل على مواصي الممالك القديمة نوافذ تنفتح على مر الأيام، وترسل أريجها الزكية شواهد وشواهق من الصمت الفصيح والكبرياء. كيف تجسدت ملحمة السلطان تاج الدين في 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 الثقافة المحلية هناك؟ وكما ذكر قبل شوية أن يعني نموذج جيد المغني الشعبي سنين رزق اللي كان بغني بالكربي وإلى آخره، وهو يتحدث هو عاصر قال لما حصلت معركة دروتي أنا قابلته وهو عمره 85 سنة، ده قبل 75 في عام 1975 وكان عمره 85 سنة، قال حضر معركة دروتي وهو صبي. فلما نجي يغني بالكربي ويحكي يقول زمن دروتي لما ترشبع كابتن جرى عسكر ورا تبلدية وقعد دمنات وبصوته الأجش المفهم بالحيوية، يعني تحس أنك يعني جسمك أيضا يعني زي ما نقوله بلغتنا العامية جسمك يكلب لأنك امتلأت من الحماس. هذا هو دور يعني دور الملحمة في تاريخها. الآن لما نقرأ ملحمة الفيتوري لمقتل السلطان تاج الدين بنحس بقيم وأحاسيس تختلف تماما عما نقرأ في الرواية السردية. نعود إلى هذه المحارب، هنالك أغاني كثيرة جدا قيلت في معركة دروتي وكيرلي. الخواجة آر ديفيس ريجنر ديفيس أول معتمد لدار مساليد من الحكومة السودانية كتب أكثر من 15 قصيدة قيلت في معارك كيرندم ودروتي، وهي موجودة الآن وفي وقت ما وكان إن شاء الله سنفسرها. كذلك النساء قلنا عن أشعار كثيرة جدا جدا، وهنالك الفنان الشاعر الذي توفى وكان يضرب بآلة الكربي وهنا تسمونه بالربابة آلة الكربي، وهو سنين رزق كان يضرب بآلته ويقول زمن دروتي تبلدية وقع لما الطير شبع، بمعنى أنه المعركة دي التبلدية القيادات الكبيرة ذاتها وقعت في المعارك والطيور شبعت من اللحوم، حتى أن القائد الذي قال عنه قبل فترة الدكتور علي حسن تاج الدين داود بوبلي هذا كان مريضا، عندما جاءوا لكي يعالجوه قال لهم هذا الجلد للتراب وللدود وأنا ذاهب إلى المعركة فلماذا أتعالج؟ ذهب وقاتل وهو الذي قال سنموت وسنذهب إلى الحرب وسنذهب ونموت من غير أن نقول كلمة أو نتفوه بكلمة ومن غير وجل ومن غير أن نقول أو نلتفت إلى الوراء أو إلى الغير. هذا هو داود بوبلي. خلدت هذه المعركة في بيوت وأشعار وشعر وغنت نساء المساليد، والمعركة كانت معركة فاصلة قتل فيه خلق كثير، ولهذا فالنساء والمجتمع المسالات سجل أغاني كثيرة جدا جدا، وهنالك حتى قبائل الإرنغ في الشمال والجبل لهم أغاني كثيرة جدا عن هذه المعارك لأنهم كذلك شاركوا في هذه المعارك قادة وعساكرة قاتلوا في هذه المعارك. لأن نساء المساليد بعد ما ينتصروا يلبسن الدروع ويدقوا الدنجر ويغنوا.
الدار الأرض الرحاب سهول وجبال ممتدة حتى حدود الأفق البعيد تنهض عندها كل يوم حكايات ومآثر الأجداد والأسلاف وبدايات كل شيء. سلطنة دار مساليد أو المساليد بشكل أساسي ساهموا في أو عايز أقول نجحوا في إيقاف الأطماع الفرنسية في المد الفرنسي في الاستعمار الفرنسي اللي كان ممكن أن يدخل بعمق كبير جدا جدا في السودان. ومعروف معروف الاستعمار الفرنسي بانه معروف بانه دائما هو بيعمل على الاستلاب الثقافي. الوسط الثقافي ذاته في محيط المملكه او السلطنه في ذلك الوقت وبعدين التنوع فيه والاهم من ده كله مرجعياته وين؟ اذا كان يعني قاضي هو في قاضي في دار مساليد لكن هو ما مسالات وكذا يعني الادارات في المؤسسه دي السلطنه دي مقسمه بقدر كبير جدا جدا من التعاون والشفافيه وحفظ لناس كل واحد عندهم كيانهم وكله قومياتهم والى اخره ففي قدر راقي جدا من اداره التنوع اللي بينهض من البلد. كل هذه القبائل كانت تحت اداره رؤسائها يعني كل قبيله عندها ملك حتى المساليد كلهم يعني قبائلهم كان لهم ملوك يسمون بالدلا بلفظ المساليد والقبائل الأخرى الإرنة كان لهم فرش والعرب كان لهم شيوخ والقبائل الأخرى كان لهم يعني رموزهم كل هؤلاء كانوا يحكمون ذويهم وأهليهم. غربا تهب رياح الدار شرقا يتمدد حزنا شوقك للمحبوب وفي منتصف المسافة ما بين الشمس وجرح القبيلة ينداح صوتك هاتفا بقوة تهفو أن تسد الفرجات والصف منيع بشموخ الفرسان والخيل مدرجة بالدم يكسوها سحر التاريخ. السلطان تاج الدين ظلم ظلمه بني جلدته وبني وطنه في الوقت الذي أنصفه أعداؤه. يوجد الآن بلاس دي السلطان تاج الدين أبشة ميدان السلطان تاج الدين وتمثال السلطان تاج الدين في أبشة عاصمة ولاية الوداي في جمهورية تشاد. لا يوجد شارع ولا حتى زقاق في السودان باسم سلطان تاج الدين. أنا شخصيا لا أعاتب على مؤرخين في السودان لأنهم انشغلوا بالتاريخ المتوفر والمتوافر في منطقة حوض النيل حتى أنهم شغلوا بهذا التاريخ حتى عن تاريخ دارفور فما بالك عن تاريخ دار مساليد. السلطان تاج الدين أدى واجبه كقائد دفاعا عن الوطن وعن الدين سجله التاريخ ولكن مع كل أسف الكتاب والمؤرخين السودانيين لم يكتبوا عن السودان الغربي ولا عن معارك الفرنسيين مع الفرنسيين كتبوا الفرنسيين كتبوا عن معارك المساليد مع الفرنسيين مئات المرات. يعني الكتاب بتاع السودان الشمالي الشرقي الغربي يعني لم يكتبوا أبدا. عشان كده أنا بقول هناك تاريخ ما أهمله التاريخ. الشيء الثاني لم يخلدوا ذكريات وتاريخ أبطال. يعني ضربوا المثل في محاربة الاستعمار والصد
الاستعمار الفرنسي، وجو وانضموا بكل كيانهم وكينونتهم طواعية لما سمي بالسودان الحديث. ولولا السلطان تاج الدين أو السلطان بحر الدين في معركة دروتي هزموا فرنسا، كان الجزء ده الآن من السودان ما كان جزءا سودانيا. البقعة الوحيدة في إفريقيا بالتحديد يعني ما وطأها الاستعمار وما استعملت خالص، اللي هي سلطنة دار المسالك. غربا نجيع وغربا نقيم على حافة المجد، وغرباء نمضي يا تاج الدين. أيها العائد إن عدت إلى درجيل يوما ورأيت الخيل يحجلن كما كنا على عهد دروتي، فيثرن الأفق نقعا والصبايا يتبارين بنسج الجرتق المطفور في صدر الخيول، ويرصعن جبين الخيل بالودع المتوأم، ويخضبن الغرر ويلمعن الدروع، والتهاليل كما المهدي يدنو من قدير، أو كتاج الدين في يوم دروتي، أو كتيرابة على شاطئ شندي، أو كما رمضان في سيله، كما كرري، كما شيكانة، أو يوم سواكن. عندها يقتحم القلب الحماس، ثم إذ يغلي النحاس قبل أن تنقض كالنسر وتمضي في أتون المعركة، ستجدني قبل أن تهتف باسمي، قبل أن يرتد طرفك، مستقرا وعلى ظهر جواد ليس يثنيه عنان. لا جنود الكون ترديه، ولا البر ولا البحر إذا دوى النفير، هو كالطوفان يهوي ليس يبقيه مكان، ليس يثنيه زمان.